البنى التحتية بالنسبة للسودان والسيول والطرق، لكن علاقة يعني طبعا هندسة المساحة عندها علاقة وطيدة جدا بالعلوم العسكرية، صحيح. فكده كلمونا في الحتة دي. يعني أي بلد في الدنيا هسه حاليا بتلقي عنده قسم خاص في الجيش اسمه المساحة العسكرية. العسكرية، نعم. ما تلقي المساحة المدنية، المساحة الكهربائية، دي كلها بقول عليها إدارة هندسية فقط. الإدارة الهندسية بتلقي مثلا جواها مدنيين، كهرباء تبع الجيش أو تبع العساكر ذات نفسه. لكن المساحة، لا، المساحة المساحة العسكرية، العسكرية لابد انها هي المساحة العسكرية تعتبر أساس بالنسبة للجيش في أشياء كثيرة جدا جدا. أول حاجة في البنية التحتية بتاعتهم هم ذاتهم، كسكنات بتاع الجيش، كعماير، كل شيء بيحتمدوا فيه على المساحة. لكن بتدخل معاهم في 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 العلوم بتاعتهم العسكرية نفسها، كمسار بالنسبة للخرط بتاعتهم، بيرسموهم خرط عن طريق الطبوغرافيا، بيحددوا مواقع العدو، بيحددوا خط سيرهم هم، بيحددوا القاذفات بتاعتهم المدى بتاعها قديش، بيحددوا نعم برضو الإحداثيات اللي بيطلقوا فيها الصواريخ، الدانة المدفعية وين توقف وين تمشي. يعني لو شفت حس الطائرات المسيرة نفسها اللي بتطير في الجو حاليا من غير بتمشي عبر إحداثيات إحداثيات محددة معينة، وعبر نعم مسار محدد يعني. تحديدها.